يا مساء الخير على جميع مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وساعة هنقضيها معاكم، هنتكلم فيها عن الجمال، جمال الشعر وجمال البشرة. يمكن كتير من الناس تقعد تقلب في صورها القديمة كده وتتفرج وتزعل قوي، تزعل قوي، تقول يا ايه ده، انا شكلي قد كده اتغير في الكام سنة الاخرانيين دول، انا ايه اللي حصل لي، انا ما كنتش كده. وتقعد كده تتكلم مع نفسها، خاصة احنا كستات يعني نحب كده ناخد وندي مع نفسنا كتير، تقولك ده انا ما انا ايه اللي حصل، ايه اللي حصل لوشي، ايه التجاعيد دي ظهرت ليه، انا وشي ما كانش غامق كده، ايه الهالات السودة اللي طلعت دي. تقعد تبص في شعرها مثلا في الصور لو هي متصورة، انا شعري كان حلو جدا، يا خبر ابيض. كل ده حصل في الفترة الأخيرة، بنزعل جدا، بس ده نتيجة طبيعية لأي إهمال. أي واحدة هتهمل ومش هتهتم هتقعد تبص في صورها القديمة وتزعل على شكلها دلوقتي، على خلاف ناس تانية بتلاقيها مع الوقت بتحلو جدا وتبص لنفسها زمان، أو أنتوا حتى بتشوفوا في ناس زمان كانت شكلها مش زي دلوقتي خالص، دلوقتي أحلى بكتير. أي حاجة حلوة لابد إن احنا نديها اهتمام عشان تبقى حلوة. هتهملي شكلك هيبوظ وشعرك هيبوظ وهيطلع لك هالات سودة وهيطلع لك تجاعيد وهتعجزي بدري، ممكن تبقي صغيرة جدا، يعني سنك يبقى صغير مش كبير وشكلك كبير جدا، أكبر شكلك أكبر من واحدة مثلا عندها 50 سنة، ممكن يبقى عندك 30 سنة وشكلك يدي سن 40 50 سنة، وممكن يبقى عندك 60 سنة والناس ما تديكش السن ده خالص، يبقى شكلك عنده 40 سنة. فاحنا دايما عايزين نبص في صورنا نلاقي نفسنا احلى، نقول اه ده ايه ده، ده انا شكلي اتغير خالص، ده انا بقيت، ده انا بقى شكلي احلى بكتير. ده مش هيحصل الا لو زي ما بقول لكم دايما اهتمينا، والاهتمام ده مش مطلوب منك ان انت مثلا طول الليل والنهار تبقي بتروحي لدكاتره التجميل، ولا مضيعه وقتك كله وفلوسك كلها ومجهودك كله على ان انت تروحي تعملي هنا ايه ومعرفش ايه خالص، ما بقاش ده دلوقتي، بقت في حاجات ابسط واسهل بكتير جدا في البيت تقدري تعمليها، هتديكي نفس التأثير اللي ممكن تعمليه عند دكتور التجميل. احنا النهارده هنتكلم عن مشاكل الشعر المختلفه وازاي نعالجها، وايه المنتج اللي من خلاله نقدر نرجع شعرنا زي ما كان تاني، وهنتكلم عن مشاكل البشره المختلفه وازاي برضو نعالجها ونتغلب على اي مشكله ظهرت فيها. هنتكلم على الحاجات دي، بس اسمحوا لي ارحب في البدايه بضيفتي العزيزه دكتور دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا بيك يا امي. عامله ايه؟ الحمد لله. يعني ثلاث ارباعنا يبص في الصور هو مش مبسوط خالص من شكله دلوقتي، يقول لك يا خبر ابيض، ايه ده، ايه اللي حصل، الصوره دي ما انا، ما انا انا كنت كده، معقوله انا كنت كده وبقيت كده. رجال وسيدات على فكره بيعملوا كده. فاحنا مش عاوزين نبص في صورنا ونزعل، احنا عاوزين نقول لا ده احنا بقينا احلى. صح. المعادله دي تتحقق ازاي يا يمنى؟ لو هتكلم في الاول ان احنا نقدر ازاي نعتني بشعرنا وما نزعلش عليه، بمنتج ماسي هير. ماسي هير في الاونه الاخيره اتشهر جدا وفعلا اثبت ان هو من اقوى منتجات العنايه بالشعر، لان ماسي هير بيعالج كل مشاكل الشعر، حتى مش هقول معظمها. ايه هي المشاكل اللي يقدر يعالجها ماسي هير؟ اول حاجه يمنى عدم تساقط الشعر. كتير مننا، اكتر من 80% من الستات شعرها بيقع، سواء بقى مشاكل نفسية، سواء سن أكبر، سواء عوامل من الشمس، سواء بروح كوافير كتير، بسشوار وبيبي ليس، سخونية 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 على شعري، صبغات، حاجات كتير قوي احنا بنعملها على فكرة، كلنا بنعملها وبتأثر بالسلب على الشعر. يمكن ناس بتقولك ايه المشكلة يعني، لا ده مشكلة كبيرة، لان الشعر حاجة حية لازم نهتم بيها عشان تفضل بصحتها. فماسي هير العلاج الأمثل لكل مشاكل الشعر. فعلى طول بقول اول حاجه ماسي هير بيعملها الستوب هير لوس، بيوقف تساقط الشعر تماما. طب يا دكتوره دينا انا شعري بيقع كتل كده، يعني بشوف شعري بحزن بزعل، الشعرايه اخرها لما بتبقى حاجه بيضه ده الجدر نفسه. طب ايه الحل يا دكتوره دينا؟ انك تستخدمي ماسي هير. طب انا عايزه شعري ما يقعش بسرعه، انا هستخدمه النهارده، هشوف عدم تساقط امتى؟ بقول على طول في خلال اسبوعين او اسبوع. فمش ممكن هتلاقي منتج موجود بيعالج عدم تساقط الشعر من اول اسبوع غير ماسي هير.
عندي تاني حاجة هتكلم على المكونات later on، بس أحب أبتدي بالسكس أكشنز المكتوبين على العلبة. تاني حاجة عندي الستيموليت الهير لينث أو هير جروث، بيطول الشعر جدا. كلنا عندنا مشكلة برضو، شعري ما بيطولش، شعري ما بيطولش، بسمعها على طول مع أصحابي، مع بنات قرايبي، مع ستات قرايبي، شعري شعري شعري. فإزاي أقدر أطول شعري بس يطول بصحة وبلمعان وبحيوية؟ بماسي هير. فماسي هير أقدر أطول الشعر جدا، وبشوف نتيجة في تطوير الشعر إن احنا بنستخدم أكيد ماسي هير كل يوم. من بعد أول شهر ونص هتشوفي تحسن ملحوظ في موضوع طولان الشعر. طب تالت حاجة بيعملها إيه؟ استيموليت الدانستي، بيعلي الانكريز الدانستي بتاعت شعراي، بيخلي الشعراي بدل ما هي رقيقة وبتتأثر بأي عوامل سلبية، لا هيخلي الشعراي بدل ما هي رفيعة قوي هيخليها أسمك، لأن هو اوريدي بيغلف الشعراية ضد العوامل المشكلة، العوامل السلبية اللي بتقابلنا يوميا على شعرنا. دي تالت اكشن. رابع اكشن نورشنج للشعرية، بيخلي الشعر فيه حيوية. الشعر طويل قصير بيتحرك معايا، مش واقف في حتة معينة وما بيتحركش، لا بيدخله هواء، بيدخله مية في كل حتة، فبتلاقي الشعر بيتحرك معاكي. عندك اكشن مهم قوي البريفنت الدراينس والرف هير، ما بيخليش الشعر قوي، يعني ما بيخلوش جاف. مهم قوي ان شعرايا رطبها بالميه، تبقى مرنه مرنه، الالاستيسي بتاعتها بتعلى. مش اي حاجه تتقطم مني. بيعالج التقصيف ماسي هير، بيعالج الهيشان. ليه ميزه مهمه جدا جدا، انه بيأخر نمو الشعر الابيض، ودي ميزه حلوه قوي. بنات كتير صغيرين في السن عندها شعر ابيض. ليه ميزه قويه جدا، انك وانس انك خلصتي الكورس بتاعك اللي هو 200 مللي العبوه، شعرك مش هيرجع يقع. في منتجات تانية بعد ما بتخلصي الشعر يتقل ويطول، وبعد ما تخلصي العبوه الشعر يرجع اوحش من الاول. فماسي هير علاجي غير وقتي، علاجي دائم. فدي السكس اكشنز، هي دي كل مشاكل الشعر. فعلى طول بنصح باستخدام ماسي هير للعلاج وللوقايه. انا ما عنديش مشكله في شعري يا دكتوره دينا، طب استخدميه. كلنا بنصبغ شعرنا، كلنا بنروح نعمل سشوار وبيبيليس، كلنا بنتعرض للشمس، كل الحاجات دي بتاثر على الشعر. شعرك حلو، اعتني بشعرك. طب دكتوره دينا ايه يعني، انت بتقولي لي منتج واحد بيعالج كل الكلام ده ازاي؟ ازاي ان انا اقدر اعالج كل مشاكل شعري في منتج واحد؟ لان هو فيه سر تركيبه منفرده. ماسي هير اولا يحتوي على ماده مهمه قوي، الساو بالميتو. المادة دي بتهاجم الانزيم المسؤول عن تساقط الشعر وبتعمله انهيبيشن، بتوقفه خالص. عندك تاني حاجة الغذاء بقى، الكرياتين بتاع الشعر اللي هو البيوتين. البيوتين غذاء اساسي للبصيلة. شعرك بدأ، انت كان زمان شعرك تقيل، شعرك بدأ يخف، البصيلة موجودة بس مش قادرة تشتغل، انت قصرتي في حق شعرك، فمش قادرة، مش قادرة تنتج شعر، مش قادرة تطلع شعر صحي. فأوريدي انا بغذيها بالبيوتين دايركت على الشعراية، بيوصل بسرعة جدا البصيلة. عندك تالت حاجة الجينسينج. الجينسينج بمنشط عام، يعني أصلا معروف إن الجينسينج منشط عام، فأنت أوريدي بتنشطي البصيلة جدا. عندك مادة الكافيين، مادة الكافيين، الكافيين منشطة برضو. وكمان مادة الكافيين ليها ميزة مهمة قوي، إنها بتزود عمر الشعراية، كل شعراية ليها عمر معين وبتقع. فأوريدي أنت بتزودي عمر الشعراية بنسبة 33% بمادة الكافيين. عندك مستخلص الصبار بيعمل رطوبة تحفة للشعر. عندك البانسينول، البانسينول بيرطب الشعر. وكمان لو هستخدم ماسي هير على شعري كله، هتلاقي يومنا ان الشعر كله تغلف خلاص، بقى انكبسول، بتحمي شعرك من عوامل الخارجية. عندك مادة الروزماري، الروزماري ريحته حلوة قوي كلنا عارفين. وكمان دي المادة اللي مسؤولة عن تأخر نمو الشعر الأبيض. فعشان كده ماسي هير في كل المكونات دي، وكمان متصنع اكوا بيز، البيز بتاعه ما بيسيبش اي زيوت على الشعر، وكمان متصنع بطريقه النانو تكنولوجي. يعني كل المكونات دي مفرومه جدا، بتخترق البصيله بسرعه قوي. بتخترق الشعر، الفروه بتاعت الشعر الروتس. طبعا هي طريقه استخدامه، يعني بيقول لي ايه ده، طب انا استخدمه ازاي؟ على شعر مبلول، على شعر، هو انا لازم كل يوم اغسل شعري عشان احط ماسي هير؟
بقول لا طبعا احنا داخلين على فصل صيف كلنا هنغسل شعرنا مره كل 3 ايام عشان ما نسيبش زيوت كتير وتعمل قشره وحاجات كده. فنقدر نغسل شعرنا مره كل 3 ايام. طبعا ميسي هير هو سبراي، السبراي يعني بخاخ، احنا بنبخ من هنا. فات من 3 ل 4 بخات على فروه راسنا وبنعمل مساج خفيف. البنات بتقولي عايزه احطه على شعري، بالعكس حطي كمان بخيتين على شعرك كله. هيعمل لك الشعر بيخليه انكبسول. طيب طب دكتوره دينا انا عندي فراغات في شعري، انا الحته دي اتنحلت، انا عايزه حل سريع، انا متضايقه من شكلي، انا ساعات بتكسف اخرج، فاعمل ايه؟ استخدم ماسي هير. طب هو ماسي هير هيطلع البيبي هير هنا ويبتدي شعري يتقل من هنا على طول؟ بقول الجمال ان ما تبقاش القوره عريضه قوي. ساعات تلاقي بنات بتشد شعرها قوي بوني تيل، كل الحاجات دي خطا جدا. البنات اللي بتقعد تسلك جامد والشعر مبلول خطا جدا. فانا بعمل على الشعر كله سبراي، والحتت المنحوله هنا اركز عليها. بنات بتلاقي شعرها تقيل وحتت منحوله من في النص يا يمنى، بركز عليها. طيب انت بتقولي لنا يا دكتوره دينا ده للستات، طب الرجاله ما تستخدموش؟ ده الرجاله هتحتاجه اكتر كمان. يعني رجاله كتير يا يمنى عندها مشاكل، حتت في الشعر صلعه، حتت في الشعر ما فيهاش شعر، هو ما بيبقاش اصلع تام. يعني طبعا الصلع التام هنلجأ لزراعه شعر وهنستخدم ماسي هير مع زراعه الشعر. لكن لو السبوتس الخفيفه دي اللي ما فيهاش شعر اوريدي، هتلاقي مع الرجال الشعر بيرجع ينبت تاني. الحلو في ماسي هير ان بينشط البصيله جدا لدرجه انها بتقدر تنتج شعرتين في البصيله الواحده بدل شعره. فتلاقي مع استخدام ماسي هير بالنسبه للرجل شعره تقل. شعره تقل، يعني بتلاقي النتيجه من بعد مثلا شهرين يومين استخدام. يعني هو هيحس بالفرق بعد مده قصيره. بالنسبه للحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، موضوع تساقط الشعر، موضوع الشعر الخفيف، يعني انا ممكن يكون شعري خفيف ما بيقعش بس هو طبيعته انه خفيف او الكثافه بتاعته قليله، او الشعر الهايش المجعد، كل الحاجات دي هيعالجها ماسير. احنا كنا زمان بناخد حبوب ادويه، وبناخد في ناس كانت بتاخد حقن، في ناس كانت بتمشي على فيتامينز على طول علشان خاطر موضوع الشعر ده، وما كانتش بتبقى بالتاثير المطلوب، او ما كانتش بتبقى يعني بالفعاليه المطلوبه. لانه دايما انا في نظري انه الحاجه اللي بتتحط دايركت على المشكله بتجيب نتيجه اسرع طبعاً. مليون مره من لما نقعد ناكلها او نشربها. بشوف ناس كتير بتعمل حاجات طبيعيه، ماسكات طبيعيه وحاجات طبيعيه على امل ان هي شعرها يتظبط. لا، الحاجات دي ما اعتقدش انها بتجيب نتيجه. وفي ناس كتير بتقول لو ما ضرتش، لو ما فادتش مش هتضر. لا، هي هتضر، لان كل حاجه ليها، الحاجات المعالجه دي او الحاجات الدوائيه دي بتبقى ليها تركيبات معينه وليها حاجات معينه، محطوط فيها حاجات طبيعيه. كل الحاجات اللي انت قلتيها يمكن مكونات طبيعيه، لكنها معموله بشكل معالج بحيث ان هي ما تاذيش الشعرايه او ما يكونش ليها اي تاثير جانبي. طبعا كمان الموضوع ان هي بتطلع شعرايتين في البصيله، ده معنى كده ان الشعر هيبقى فيه كثافه اكيد وتقل بشكل كبير جدا. رجال كتير، انا بدق على النقط اللي انت قلتي عليها، رجال كتير بتبقى محتاره مش عارفه تعمل ايه. يعني يعني الستات ممكن تحط اكستنشن، تحط باروكه، تحط مش عارفه ايه، تعمل ايه، يعني هتتحايل على الموضوع. لكن الرجال هيعملوا ايه؟ ما هو مش هينفع يحط باروكه مثلا، لا او يحط ابدا، او يحط اكستنشن او يرش باودر مثلا على شعره. لا، في حاجات كتير بس بتبقى كلها فيك، يعني مش طبيعيه. الرجال اكتر الناس اللي ممكن يستفيدوا من ماسي هير، لانه في ناس بتبقى في المرحله اللي هي في النص، لا هي شعرها مظبوط ولا هي شعرها اصلع خالص، ما تعرفش تروح تعمل زرع. فده هيبقى كويس جدا معاهم طبعا. هايل. وبقول اي رجل بيعاني من تساقط شعر ابتدي الحق قبل ما يبقى البصيلات كلها عندي ما بقتش موجوده وازرع شعر، الحق استخدم ماسي هير. طب يا دكتوره دينا انا هستخدمه النهارده، اولا هتلاقي شعرك بطل يقع من اول اسبوع اسبوعين، فدي حاجه هايله. تاني حاجه هتلاقي شعرك بدا يتقل من بعد شهرين هتستخدمه كل يوم، فدي حاجه حلوه. طبعا مع زراعه شعر انا هحط او هستخدم ماسي هير لانه بيعزز عمليه زراعه الشعر. طيب الجلسات يا دكتوره دينا، انت عارفه ان في ناس تحب تعمل بلازما، وفي ناس بتحب تعمل
تعمل حاجات كتير في شعرها سواء عند الكوافير او في 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 مراكز التجميل. دايما تلاقي الكوافيرات ليهم حاجات كده غريبه، تعمل لك حمام كريم ما اعرفش ايه حاجات. ايوه. ايه حاجات كده يعني ترطب الشعر، ده بيتعارض مع اي حاجه من الحاجات دي؟ هو بالنسبه للكريمات هو لا يتعارض خالص، بس انا فعلا بقول مع ماسير انا مش هحتاج اعمل حمامه كريمات اصلا. لان هو في كل الانجريدينتس اللي مسؤول عن ترطيب الشعر. بالنسبه لحقن البلازما وكده انا لا يتعارض خالص، بالعكس هو بيعزز حقن البلازما اللي بتحصل في الشعر. بيعزز جدا. يعني في سن معين بتنصحي الناس انها تستخدم ماسي هير فيه؟ بنصح من سن 16 سنه. يعني بقول لو يعني هو بيبتدي يستخدمه من 16 سنة. لو أنا ما عنديش مشاكل في شعري وعايزة أستخدمه كوقاية بستخدمه من سن 20 سنة. فاهم قصدي؟ يعني اللي عنده 16 سنة سواء بنت أو ولد وشعر بيتساقط كتير جدا وشعر مجعد وشعر متشبك في بعض وشعر مقصف أستخدمه كعلاج. لكن لو عايزة أبتدي أستخدمه كوقاية وما عنديش مشاكل أستخدمه من سن 19 سنة مثلا. طبعا المحجبات وغير المحجبات لازم يعتنوا بشعره. طبعا. مش معنى ان انت محجبه او حتى منتقبه انك ما تهتميش بشعرك، ما انت بتبقي قاعده في البيت بشعرك. طبعا. فلازم تبصي على نفسك تبقي مبسوطه. اكيد. يعني لازم برضو انت تبقي يعني مش متضايقه، صح ولا غلط؟ طبعا. بصرف النظر عن اي حاجه تانية. طبعا المحجبه على فكره انا عندي صحاب محجبات بيهتموا بنفسهم اكتر من صحابي اللي مش محجبات. ده فعلا. ده حقيقي. ومهتميه قوي بضوافرها وبايديها ونعومه ايديها وشعرها، وعلى طول بتعمل حمام يعني بتعتني بشعرها. فاوريدي المحجبات لا بيهتموا بنفسهم جدا والمنتقبات بيهتموا بنفسهم جدا. بس اكيد بنصح البنات المحجبات بيعملوا عاده سيئه جدا اللي هي سريعه بتاخد شاور وشعرها مبلوط تروح حاطه الطرحه ونازله، ده مش حلو خالص الشعر. لانك لازم شعرك يتهوى، لازم ينشف ولازم ينشف. وميسي هير بتحط على شعر ناشف اليمنى مش شعر مبلول. هو مش هيأذي لو شعر مبلول، بس هو بيدي نتيجه اسرع مع الشعر الناشف يعني. طيب يا دكتوره دينا، انا قربت اخلص العبوه، هل شعري بقى حلو قوي طول وبقى فيه حيويه وبقى فيه لمعان وما بقاش شعري هايش، ما بقتش احتاج للسشوار والبيبي ليس والمكوى والحاجات اللي بتاذي الشعر كتير، بقيت اطلع من الشاور انشف شعري كده بعد ما شعري ينشف احط عليه ماسي هير وانزل يبقى شكله حلو جدا ما بيلزقش؟ ليه ما بيلزقش؟ لان هو متصنع بطريقه النانو تكنولوجي والبيز بتاعه اقوى، يعني هو ميه مش زيت. فما بيلزقش. بس يا دكتوره دينا انا قلقانه ان انا فاضلي مثلا اسبوع كمان والعلبه تخلص، اعمل اوردر تاني عشان شعري ممكن يرجع يقع زي منتجات كتير. ما هي جربت منتجات كتير وده اللي حصل. ماسي هير مختلف تماما. ماسي هير ما فيهوش الماده الفعاله اللي بتعمل ده، ما فيهوش الماده الفعاله اللي بتخلي الشعر يرجع يقعد تاني بعد ما العلاج يخلص. ولا لا لا انت هتفضلي وش شعرك زي الفل ومش هتحتاجي تعملي اوردر تاني. عايزه تعملي اوردر بقى كدلع كوقايه افضل حاميه شعري، لان هو بيبقى ساعات كتير عندي عملاء بيحبوا يكرروا وعملاء تانية غير مقتدرين بياخدوا الكورس مره وخلاص وشعرهم بيتعالج والشعر ما بيرجعش يقع تاني. العبوه كبيره 200 مللي مش صغيره، وهي عباره عن الرش او بتبخوها كده على الشعر ونعمل تدليك، صح؟ بالظبط. بنعمل مساج وهو فيري جنتل مساج لمده دقيقه. البنات اللي بتقولي عايزه احطه على شعري قبل ما احط السشوار، بالعكس حطيه على شعرك كله. البنات اللي رايحه في الصيف في اي حته في اي مصيف حطيه قبل ما تنزلي، قبل ما تنزلي البحر او قبل ما تتعرضي على شمس. فهو يتحط عادي جدا على الشعر كله كمان ما بيأذيش، بالعكس ده انت بتعملي حمايه وكوتينج للشعر. طيب في عرض حلو كمان انتوا عاملينه على ماسي هير. أيوة. الايام دي. صح؟ عاملين عرض حلو قوي. اولا طبعا هي دي عبوه ماسي هير عليها خصم كبير وخصم حلو. ومش بس كده، احنا مطلعين كمان كادوهات من الشركه. اول كادو صابونه كالوليت. الصابونة دي هايلة للأكتيف أكني. البنات اللي حب الشباب يا يمنى، البنات اللي بتشتكي من حبوب حمراء، بنات وولاد، نقدر نستخدم صابونة كالوليت. هتستخدميها كل يوم أو هتستخدمها كل يوم، من بعد اليوم التاني التالت هتلاقي الحبوب خلاص نشفت وبتروح. طبعا هي مناسبة لجميع أنواع البشر، نقدر ناخد بيها شاور لأن بتقدر تعالج التعرق الزائد وتقتل البكتيريا المسببه لرائحه العرق اللي مش حلوه. البنات اللي عندها حبوب في ظهرها او البيكيني لاين هتستخدمي صابونه كالوليت. دي اول هديه
حب الشباب يا جماعه اللي مضايق الناس كلها وما بيقتصرش على سن معين بقى بيطلع في 50 سنه عادي ما فيش مشكله. بالظبط. تاني حاجه الوايت ويلو. طبعا الوايت ويلو هي اللي تفتيح كل الاماكن اللي داخله في الجسم. البنات اللي ايديها غامقه، البنات اللي ركبها غامقه تحت الابط، البيكيني لاين غامق، الرجل المشققه، الكوع المشققه، هستخدم وايت ويلو. وايت ويلو مرطب هايل، فهيعالج اي كراكت سكن او تشققات وهيفتح بشكل عام. هو اهم حاجه التفتيح. اه طبعا، يعني بيعانوا فعلا من اماكن غامقه في الجسم بطريقه فظيعه، ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. فهو وايت ويلو ده وفي ناس كتير مجرباه، حلو جدا جدا مع الاماكن الغامقه، الاندر ارم، الكوع، الركب، ها اللي هنا، الحاجات دي، العقل بتاعه الايدين، الحاجات دي كلها هايله جدا، هيبقى هايل معاها قوي يوميا. الحاجات دي يوميا صباحا ومساء. وكمان وايت ويلو مش بيزيد، يعني لوشن مش كريم. فلو عايزه احطه الصبح والبس البنطلون البس الشميز اتس اوكي. تالت هديه السكروفات. السكروفات الحل الامثل للسيلوليت والستريتش ماركس. ايه هي الستريتش ماركس؟ يمكن مثلا عميله تقول يا دكتوره دينا انا انت بتكلميني انجلش انا مش فاهمه ايه الستريتش ماركس. فبقول لها الستريتش ماركس العلامات، الخطوط البيضاء او الحمراء. دي العلامات دي بتبقى شكلها وحش في الجلد قوي. فاوريدي السكروفات الحل الامثل لعلاج الخطوط الحمراء والبيضاء بلس السيلوليت. ايه السيلوليت؟ لما الاقي الجلد مرهرط شويه، جلد الرجل من فوق مثلا. ما عندكوش صوره يا جماعه؟ كان عندنا صوره تقريبا للستريتش ماركس. دي مهمه نبقى نعرضها، تكتبوها للناس عشان ساعات ما بيبقوش عارفين. عندكم الصوره دي؟ نشوف الصوره كده لو معانا. اهو الصوره اهي. ايوه دي السيلوليت بقى. ده السيلوليت. ده استخدام سكروفات مثلا بعد شهرين استخدام بتلاقي الجلد اتفرد معاكي. الجلد نفسه اتفرد. ما بقاش في دي الستريتش ماركس في الستات الحامل. اوكي. طبعا هو مرخص كل المنتجات دي مرخصه. مرخصه بالظبط. دي الستريتش مارك الحمراء. الحمراء بتروح تماما لما الحمراء تقلب بيضاء. انا في ستريتش ماركس بتاعها فبتاكسد، فبس برضه البيضاء بتتفيد. وانا الستريتش مارك في البطن برضه. تالت حاجه نايرينا غسول خاص للستات والبنات. هو بكتيريسايدال برود سبيكترم، يعني بيقتل اي بكتيريا ضاره، بيقتل الكانديدا، بيقدر يعالج الاتشنج، الحكه، الالتهابات اللي موجوده في الفاجينا. الستات بتضايق منها جدا. طب دكتوره دينا انا عندي التهابات، انا عندي وات ايفر، انا هلاقي نتيجه؟ انت هتلاقي نتيجه على طول اول ما هتستخدميه. لانه في ترايكلوزان وفي روز ووتر وفي منتول. تاني حاجه بيعملها نايرينا مش موجوده في اي غسول تاني، انه بيقدر يعمل تايتنينج ويرجع العضله بتاعت المهبل لوضعها الطبيعي، بالذات الستات اللي بتولد طبيعي كتير يحصلها تهدل في العضله. فاقدر بغسول النايرينا ارجع العضله لحجمها الطبيعي بدون اي تدخل جراحي، لان المشكله دي بيلجأوا ليها ستات كتير لتدخلات جراحيه. لا خلاص انا هقدر اعالج نفسي بغسول نايري. اربع حاجات كلهم احلى من بعض بصراحه واحسن من بعض، وكلنا محتاجين لهم. هيطلعوا هدايا مجانيه مع اي حد هياخد ماسي هير للشعر. ومحدش يقول انا اخد الهدايا لوحدها، دول بيطلعوا مع ماسي. لا دول بيطلعوا كادو مع ماسي هير. يعني ماسي هير بتهتمي بشعرك وتعالجي شعرك، وعايزه تهتمي بتفاصيل جسمك وكده، هتاخدي الكادو دي. طبعا العرض على كميه محدوده جدا، او حتى نفاذ الكميه. ازاي اقدر احصل على ماسي هير ومنتجات اللي اتكلمت عنها؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه فقط. طيب هنروح عشر سنوات اصغر، وده يمكن شعار ماسي درو جولد اللي الناس يمكن ما كانتش مستوعباه، لكن لما استخدمت ماسي فهمت يعني ايه. انت لما تستخدمي ماسي درو جولد فعلا هتصغري 10 سنين في الشكل. كتير يمكن يومنا مش عارفين يعني ايه اصغر 10 سنين. طب يعني يا دكتوره دينا، او بقول لها يعني انت حضرتك عندك كام سنه؟ تقولي عندي 50 سنه. قلت لها هتستخدميها تبني 40 سنه. هتبني اوريدي شكلك اصغر. طب ازاي هبان شكلي اصغر؟ اكيد عندك 50 سنه ما اهتمتيش ببشرتك، اكيد عوامل السن بنت عليك. اكيد بان عندك تجاعيد، اكيد بان عندك بشره شحبة، اكيد هالات سودا. طبيعي اي حد هيسيب نفسه للزمن، الزمن مش هيبقى في صالحه. ازاي بكريم واحد اقدر اعالج معظم علامات التقدم في السن، او انا بحب اقول كل علامات التقدم في السن؟ كلها بثقه. بثقه طبعا. لان هو اوريدي ماسي درو جولد اتصنع في 6 سنين ابحاث ان احنا نقدر نعالج الـ6 اكشنز، الفوائد اللي مكتوبه على ماسي درو جولد. ايه اهم الفوائد او ايه المشاكل اللي في بشرتي ماسي درو جولد عبوه واحده هيقدر يعالجها؟ اول حاجه مكتوبه اول سطر التجاعيد.
كلنا عندنا مشاكل في موضوع التجاعيد، واللي ما عندوش تجاعيد عنده خاوس انها تطلع، اللي هو ايه ده انا ممكن كمان كام سنه يطلع لي تجاعيد، وتخافي جدا لان شكلها فعلا بيبقى مش حلو. يعني عندك تاني حاجه بيعملها التفتيح كتير، بشوف ده ان كله عايز يتفتح، كله عايز ينور، ستات كتير عايزه تنور، ستات كتير عندها هالات سودع. انا مضايقاني المنظر يا دكتوره دينا باشا، يعني تحت عيني الشكل وحش قوي. وعندك هالات سودا يبقى وشك دبلان، شكله دبلان كده عيان. لا هو شكله عيان. ايوه عيان. عندك تصبغات بقى ناتجه عن الشمس، ناتجه عن كلف حمل. على فكره ماسي دروجول بيعالج كلف الحمل، فدي حاجه مهمه جدا. عندك تصبغات جلديه من اثار حب شباب، من اي حاجه حساسيه ما، الحساسيه بتبقى حمراء وتتقلب سمراء، فاوريدي ماسي دروجولد بيوحد لون البشره وبيعالج التصبغات الجلديه. عندك اكشن مهم قوي النورشنج، نضاره بقى، يعني انا هستخدم ماسي حلاوه. ايوه انا هستخدم ماسي هلاقي نفسي نشيطه، بينشط لك الدوره الدمويه في بشرتك، فبتلاقي حلاوه في بشرتك. اللي عايزه بقى تخرج مع اصحابها هتبقى نازله بكل ثقه، اللي عايزه تنزل لشغلها هتبقى نازله ومبسوطه وتروح بقى شغلها، مش نازله مكتئبه. مش بالظبط، مش عايزه تنزل وبتقدم رجل وبتاخر رجل، اللي هو بقى يو بقى شكلي وحش النهارده وزمايلي بقى بنات صحابي. وعلى فكره بقى عارفه لو اي واحده عندها مشكله في وشها وصاحبتها بس قالت لها انت شكلك تعبانه النهارده، والله بيبقى يوم مش فايت خلاص خلاص بتقطع علاقتها بصاحبتها. ايوه فطبعا ماسي دروجولد هو اللي بيعالج كمان النضاره دي، بيعالج الوش الشاحب. عندك موسترايزنج، انا مهم قوي ان انا بشرتي، انا افتكرت اشرب ميه، ما افتكرتش اشرب ميه، وشي جاف، انا هعالجه بماسي دروجولد. ازاي؟ لانه في مكونات اللي هتكلم عنها دلوقتي بترطب البشره جدا. عندك اكشن مهم قوي، كلنا نفسنا نكبر في السن وشنا ما يتهدلش بماسي دروجولد، لانه بيعمل فيس ليفتنج. دكتوره دينا، هو ماسي دروجولد هيشد جلدي من غير اي جراحات تجميل؟ اه، بس طبعا بتكلم على الشده الخفيفه. يعني التهدل الزايد بنلجا لجراحات تجميل، وماسي دروجولد معاه، يعني بنستخدمه مع اي تقنيات تجميليه يعني. لكن لو الوش لسه يعني تهدل بسيط، الحته اللي هي الصغيره دي اللي بنبص على نبص على اللي عند العظم مثلا، الرقبه، الحته اللي عند الرقبه مثلا، يعني الحاجات اللي كلنا ممكن نكون بنعاني منها. بنعاني منها بالظبط. فماسي دروجولد يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن، عشان كده هنقدر نصغر 10 سنين في الشكل. طب يا دكتوره دينا، ايه بقى مكوناته؟ يعني انت بتكلميني على منتج، طبعا هي المكونات كلها مكتوبه ورا يا يمنى. احنا عايزين نقول كمان ان هي 120 ملي، ده حجم العبوه وده كبير جدا. يعني مفيش كريم تجميل في الماركت هتلاقوه بالحجم بتاع ماسي دروجولد، كلها هتلاقوها كده حاجات صغننه صح كده، قوي قوي كده، وغاليه قوي 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 قوي. أيوة. وبتخلص بسرعه قوي، وفي الاخر انتوا بترموها وما بتستخدموهاش، يعني لانها ما بتجيبش النتيجه، ما بتجيبش النتيجه المطلوبه. طبعا ماسي دروجولد ليه بيجيب نتيجه؟ لانه في سر تركيبه منفرده. ماسي دروجولد اتصنع في 6 سنين ابحاث وكلينيكال ترايلز. ماسي دروجولد اتصنع في ايطاليا في 56 مكون. خليني ابدا باهم المكونات. في المقام الاول جزيئات الذهب. ماسي دروجولد كل ضغطه فيها ذهب يا يمنى. يعني انا مش بس بلبس ذهب كده زين بيه شكلي، لا، انا ايونات الذهب هستفاد منها على بشرتي جدا. الذهب اللي موجود في ماسي دروجولد بينشط الدوره الدمويه قوي، بيعالج التجاعيد، بيعالج الهالات السوداء، بيشتغل على الميلانين، فبيقدر يقلل افراز الميلانين ويرجع الميلانين لحجمه الطبيعي. الذهب بيحفز على انتاج السيلف كولاجين، يعني بيقدر ينشط لك الكولاجين في بشرتك من اول وجديد، الكولاجين اللي وقع، الكولاجين اللي ناقص في بشرتي وبان عليا شكلي تعبان، لا، هو هينشط لك السيلف كولاجين. الذهب بيشيل كل الخلايا الميته من على البشره، فانت اوريدي بشرتك بتفتح. الذهب بيحفز على انتاج خلايا جديده من طبقه الجلد السفليه، عشان كده الذهب معروف باكسير الشباب الدائم. عندك المكون الثاني لا يقل اهميه على فكره، يعني هو طبعا الذهب في المقام الاول، في المقام الثاني الكافيار. الكافيار غني بالفيتامينز، فيتامين A وE وC. الكافيار غني بالاوميجا، بالامينو اسيدز. الكافيار 70% منه ميه، فاوريدي مرطب هايل. الكافيار بيقدر يفتح جدا.
بيعمل على تفتيح هايل جدا. الكافيار كمان بيشتغل على التجاعيد ويقدر يعالجها. عندك حاجه مهمه قوي ما ينفعش انساها في اي حلقه، ان ماسي دروجولد كله فيلر 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 اهو، مش هتحتاجه تحقنه بالظبط خالص بالظبط. فماسي دروجولد كل ضغطه بينزل لك فيلر. الفيلر بيعالج التجاعيد وكمان بيعمل على رطوبه البشره. عندك ماده بتشتغل زي البوتوكس اسمها اسيتايل هيكسابيبتايد، برضو بتعمل ماسل ريلاكسنت. عندك كمان التين اوكسايد والتيتانيوم دايكسايد، برضو المادتين دول بيشتغلوا السن بروتكشن. يعني هو في ذهب، الذهب طبعا هو اتعرف بكريم الذهب، اللي ما بيعرفش يقول جولد بيقول لك كريم الذهب. الذهب بنشوفه كمان، ده كمان ده من الحاجات اللي بنشوفها على وشنا بقى. صح، يعني تبقي حاطه ذهب كده انت بتحسي بفخامه فظيعه كده. لا والله احساس حلو، بتحسي ان انت مختلفه طبعا. يعني حاطه ذهب على وشك. الكافيار قد ايه مهم، وبنشوف نجمات هوليود بره بيستغنوا عن الميك اب خالص، بيطلعوا في الافلام بتاعتهم ولا نقطه ميك اب، وبثقه وعندها 80 سنه 80 والله العظيم في 80 سنه وتشوفيها زي القمر، يعني مش باين عليها خالص لان هم بيستخدموا الكافيار. كمان الفيلر الماده اللي بتروحوا تحقنوها او سيدات كتير بتروح تحقنها هو موجود فيه كمان الفيلر. فيعني دول لوحدهم ثلاث حاجات يعني مهمين جدا. طبعا طبعا. عندك مادة مهمة قوي يا يمنى موجودة داخل ماسي دروجولد، السيراميد. السيراميد دي مادة شمعية بتقدر تلزق الخلايا ببعضها وتمنع تهدل الجلد، فمع السيراميد هيحصل فيس ليفتنج بس. فانت مش محتاجة مع ماسي دروجولد اي تقنيات تانية. طيب هو كمان في حاجة زي البوتوكس، يعني التجاعيد هتختفي يمكن طبعا. دي الحاجة اللي بتشتغل على التجاعيد مع الذهب كمان، ان هو بيشتغل على التجاعيد. وعندك الكافيار بيشتغل على التجاعيد كمان. يبقى عندي كافيار وذهب وفيلر واسيتال هيكسابيبتايد، كل الحاجات دي بتشتغل على التجاعيد، فبتلاقي تحسن ملحوظ في التجاعيد. طب النتيجه هيقول لك النتيجه امتى بتبان؟ دكتوره دينا انا فرحي كمان شهرين، اقول لها لا هتلاقي تحسن ملحوظ. طب انا هستخدمه النهارده الصبح الاقي ايه؟ لا هتلاقي التجاعيد موجوده اكيد. يعني مش من اول دهنا طبعا، لازم نصبر. اي حد عنده برد لو اخد بيل من الانتي بايوتيك تاني يوم هيصحى لسه عنده برد على فكره. فلازم اخد الكورس كامل. يعني لازم استخدم ماسي دروجولد يوميا، الكورس هيكفيني 6 شهور. هتشوفي اول شهر تحسن بس مش تحسن اللي هو هتختفي. انت يوميا كريم ماسي دروجولد البشره بتمتص منه 5% من 100، فبتشوفي كل شهر تحسن عن الشهر اللي قبليه. بعد الشهر الرابع هتشوفي تحسن ملحوظ قوي. هتخلصي العبوه هتلاقي ان مشاكل البشره كلها اتعالجت. فطبعا بعلامات التقدم في السن انا هصبر، لكن النضاره ما تقلقيش هتشوفيها على طول، شد الوش برضه هتشوفيها على طول. لكن التجاعيد بس هي اللي بتاخد وقت شوي. طبعا طبعا. الناس كتير قوي برضو بتقول طب اضمن منين؟ هو المنتج ايطالي مبدئيا. يعني ماسي دروجولد منتج ايطالي، وعاوزين نقول انه في ضمانات كتير من ضمنها تراخيصه الكتير اللي هو واخدها. يعني مش واخد ترخيص واحد، عدى على حاجات كتير حاجة. وكل حاجه دي بتاخد وقت وبتاخد اختبارات وبتاخد حاجات عشان تقدر تدي ترخيص لمنتج زي ده. ماسي دروجولد مرخص في المقام الأول من وزارة الصحة المصرية، كمان مرخص من دول الاتحاد الأوروبي، وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي. يعني أنت بتستخدمي ماسي وأنت مطمنة 100%. ملوش أي سايد افكتس، ملوش أي أعراض جانبية. السيدات الحوامل آمن جدا ليهم. مناسب لجميع أنواع البشرة، البشرة الدهنية تستخدمه وهي مطمنة جدا، وان هي اصلا لازم تستخدم ماسي دروجولد لان هي بتبقى زي ما قلنا انها فيري سيلكتيف، بتخاف قوي تحط اي كريمات. فبقول لاصحاب البشرة الدهنية ما تقلقوش، لان ماسي هير البيز بتاعه اقوى وسريع الامتصاص. عندك حاجة تانية كمان، ان مناسب جدا للبشرة الجافة ومناسب للبشره الحساسه. يعني البشره تقول لي ايه بشرتي حساسه يا دي يا دكتوره دينا، الان احط ماسي دروجولد؟ لا، احط ماسي دروجولد لانه امن جدا، وعندك التراخيص من 3 جهات مختلفه. بلس يمكن انا السيرتيفيكت جارانتي ضايع مني. جوه العلبه بتلاقي شهاده ضمان صغيره ان ماسي دروجولد ميد ان ايطالي، وكمان انه بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23. طيب الناس تتواصل معاكوا ازاي؟ تقدر تاخد ماسي دروجولد ازاي؟ سهل قوي، احنا عندنا بدل الرقم عندنا كذا رقم على الشاشه، دي ارقام شركتنا. تقدروا تتواصلوا من خلال هذه الارقام فقط.
طبعا شركة ماسي موفرة مناديب في جميع أنحاء الجمهورية، جميع محافظات مصر. فوانس انك طلبت الاوردر، الماسي دروجولد بيوصل في نفس اليوم او ماكسيمم 24 ساعه من ساعه طلب الاوردر. يعني بحب فيكم السرعه في الاداء. اه طبعا، يعني في حاجات تانية الواحد ممكن يطلبها تقعد كتير كتير على ما صح. على ما توصل له. لا احنا سريعين جدا. اولا الارقام اللي ظهر على الشاشه، الكول سنتر متواجد 24 ساعه في اليوم، 7 ايام في الاسبوع. فعندنا كذا رقم، فان شاء الله هو طبعا وقت العرض وكده بتلاقي التليفونات تقول لي يا دكتوره دينا مشغول مشغول مشغول، فحطينا بقى ايه ارقام كتير عشان كله يقدر يوصل لنا. فسهل قوي، بدل ما انت تنزلي في الحر والشمس وتدوري ومش عارفه تركني فين وزحمه وتراب وشمس المعاناه بتتكلمي عن المعاناه بتاعتك. ايوه بجد نفسي اشتري حاجه. انا بقى مثلا عايزه اشتري حاجه معينه، ممكن اقعد شهر قبل ما افكر انزل. بيكسل آه. زحمه جدا، شمس، رطوبه، فممكن اقعد شهر ببقى عايزه انزل ومكسله. احلى حاجه ان الاقي حاجه عجباني في التلفزيون واعرف اجيبها وانا قاعده في البيت من غير اي مجهود. فدي حاجه حلوه ان شركه ماسي فعلا موفره المناديب في جميع انحاء الجمهوريه وجميع انحاء محافظات مصر. لان ماسي دروجولد مش مقتصر على حته معينه، مش مقتصر مثلا على سكان زمالك او تجمع او مصر، أو مصر الجديده او مدينتي والقطاميه اطلاقا. ماسي دروجولد موجودين في جميع محافظات مصر. يمكن بتقولي عميله بتقولي يا دكتوره دينا انت نسيتي الشرقيه، قلتي كل ما اقدرش انسى الشرقوه، امك من الشرقيه ما اقدرش انسى الشرقوه. فاوريدي عندنا عملاء كتير في الشرقيه، عندنا عملاء الزقازيق، عندنا عملاء في المنصوره. طبعا احنا كلنا عارفين المنصوره ملونين وامارات وبيهتموا نفسهم بنفسهم. وعايز اقول لك بقى عملاء الاسكندرانيات كتير بياخدوا كمان ماسي دروجولد، بياخدوا كتير جدا ماسي هير. انت عارفه البحر والرطوبه والحاجات دي بتاثر على شعرهم جدا، فبتلاقي الاوردرز كمان بتاعت ماسي هير كتيره جدا زي ماسي دروجولد في اسكندريه. فمش مقتصرين زي ما ناس كتير بتقول لي انتوا عاملينها لفئه معينه اطلاقا. عايز اقول لك لحد شرم الشيخ وصلنا، ولحد مرسى مطروح، وعايز اقول لك دلوقتي كتير مدن الساحل الشمالي بتعمل اوردرات كتير جدا. فاوريدي احنا موجودين نلحق قبل الصيف بالظبط وقبل ما العرض يخلص كمان. يعني العرض طبعا على وشك النفاذ، والعرض المره دي غير اي عرض شركه ماسي فارما عملتها الحقيقه. طب قولي لنا العرض، قولي لنا العرض كمان نفكر الناس بيه، وكمان هو العرض عايزين نقوله مع ماسي دروجولد كمان. طبعا طبعا هي دي عبوه ماسي دروجولد. مع كل عبوه هناخد 4 منتجات كادو. لو هتكلم على اول منتج فيهم يا يمنى، صابونه كالوليت او كالولايت. الصابونه دي بتعالج اي حبوب نشطه موجوده في الوش والجسم. في ستات كتير بتعاني من حبوب في ظهرها في البيكيني لاين، تقدري تاخدي شاور بيها. طيب انا عندي حبوب ومضايقاني، هستخدم صابونه كالوليت اللي على البشره، هلاقي تحسن امتى؟ بعد تاني استخدام. يعني تاني ثلاث استخدام هتلاقي الحبوب، هي بتنشف الحبوب فعلا خالص، فظيعه. لان هي طبعا بكتيريسايدال برود سبيكترم. والناس اللي بتعاني من التعرق الزائد نقدر ناخد بيها شاور هتعالج موضوع التعرق الزائد. دي اول هديه مع ماسي دروجولد. الهديه الثانيه الوايت ويلو. وايت ويلو تفتيح كل الاماكن الداكنه. بنات كتير بتعاني الاندر ارم تحت الابط، البيكيني لاين غامق، بنات بتعاني من الركب غامقه، من الكوع الخشن، من الكعب الخشن. فاوريدي هستخدم وايت ويلو صباحا ومساء على المشكله دي. وكمان هو مرطب هايل، لو عندي تشققات في منطقه ما في الكعب او الكوع هستخدم وايت ويلو، هستخدمه الصبح وبالليل. طبعا هو مناسب للرجال كمان اللي بتعاني من الكوع الغامق او اي حته غامقه في ايديهم. البنات اللي عندها العقل الغامقه او مكسوفه من شكل ايديها تستخدم وايت ويلو. دي تاني هديه. تالت هديه السكرو فاد. السكرو فاد علاج الامثل، علاج الاسترتش ماركس، الخطوط البيضاء الحمراء بتطلع بالنسبه للستات الحوامل في بطنها، السيلوليت، البنات اللي بتتخن وتخس تلاقي رجليها من فوق كلها سيلوليت، الشكل بيبقى مش حلو. فهستخدم سكرو فاد، هو غني بالكولاجين والالاستين. هشوف تحسن امتى؟ طبعا الخطوط الحمراء انا بلحقها بسرعه، هتلاقي تحسن من اول شهر. الخطوط البيضاء دي بقى لها فتره طويله واتاكسدت فبتتفيد. من بعد مثلا الشهر الثالث استخدام. وعلاج الامثل السيلوليت دي ثالث هديه. هديه اخر هديه جامده قوي. ايوه طبعا، يعني والله العظيم كل واحد عنده مشكله من دول هيلاقي لها حل. طبعا طبعا. الهديه الرابعه هديه خاصه للستات بس والبنات. ده غسول مهبلي اسمه نايرينا.
نايرينا ده بكتيريسايدل وذ برود سبيكتروم، اي بكتيريا موجوده في منطقه الفرجينا، ييست كانديدا، بيعالج الاتشنج، بيعالج الحكه، بيعالج اي التهابات موجوده، بلس انه بيعمل حاجه مهمه قوي انه بيعمل تايتنينج او بيرجع العضله لوضعها الطبيعي، عضله المهبل بالذات الستات اللي بتولد كتير اللي حصل لها ارتخاء بدون اي تدخل جراحي، ده نايرينا بيعمله. اوكي، يبقى اربع هدايا مختلفين، سواء هديه لحبوب الشباب، هديه لتفتيح الاماكن الغامقه في الجسم، هديه للستريتش مارك والسلوليت، ونايرينا المنتج الخاص بالنساء، كل دول حاجات بتطلع مجانا تماما مع منتج ماسي درو جولد او منتج ماسي هير، بلس انه في خصم كمان على المنتجين. اه طبعا صح، وكمان على فكره المنتجات دي اصلا غاليه جدا. اكيد اكيد، لو كل واحد لوحده اكيد ده هيشتريه بمبلغ يعني. فان العرض يتعمل انك انت تعملي خصم على ماسي درو جولد وتاخدي المنتجات دي تحفه، عملتي خصم على ماسي هير وهتاخدي برده نفس المنتجات تحفه، عملتي اوردر بماسي هير وماسي درو جولد وردي الاثنين عليهم خصم، هتعمل خصم اضافي وهتاخدوا شنطتين من الشنطه، فيعني طب حلو جدا العرض على وشك النفاذ عشان الناس اللي بتتفرج عليها ما يزعلوش يقول لي يا دكتوره دينا يلا بعتي لي عرض، قول لها طب انا قلت لحضرتك ان هو على وشك النفاذ. فاتمنى ان كل الساده المشاهدين اللي نفسهم يحصلوا على اقوى منتج للوش او للوجه ماسي درو جولد واقوى منتج للعنايه بالشعر ماسي هير، اعتقد دلوقتي انسى وقت ان هم يتصلوا. هو اكيد الستات كلها عايزاهم على فكره، يعني كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي هيبقى نفسه قوي ان هو يجيب ماسي درو جولد وماسي هير يعني. طبعا. أكيد. اكيد اكيد يعني. الماسي درو جولد سهل جدا في استخدامه، علشان في ناس كتير بتقول استخدمه ازاي، او هو ليه طريقه معينه في الاستخدام، مجهد مثلا في الاستخدام، بياخد وقت، احطه مثلا واغسله بعدها، بيقعد وقت قد ايه على الوش، فخلينا نشوف طريقه الاستخدام على الشاشه وكمان تشرح لهم يا دكتوره دينا بيستخدم ازاي. طريقه استخدامه سهله جدا، بالعكس انا بقول بعد ما ماسي درو جولد نزل اي سته مشغوله بتقول لك لا انا مشغوله ما عنديش وقت، لا انت عندك وقت بقى، لان هو بيستخدم لمده دقيقتين في اليوم. طريقه استخدامه سهله جدا زي ما احنا شايفين على الشاشه، اربع ضغطات على كف ايدينا بنوزعه على الوش وتحت العين وما ننساش الرقبه. طبعا زي ما احنا شايفين من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. احنا شايفين الخدود الحمراء دي، ده من الذهب يا جماعه، الذهب تاثيره رهيب على البشره. احلى حاجه انك انت تغسلي وشك وتنزلي تحطي، ممكن تحطي ماسي الصبح طبعا وتنزلي بتلاقي نتيجه تجنن، تلاقي وش نضر، وش فيه صحه وحيويه. ماسي درو جولد ما بيتغسلش، لو انا هحطه مره واحده هحطه بالليل لان استجابه البشره بالليل اكيد اعلى من الصبح. لو عايزه احطه صبح وبالليل مفيش مشكله. ما بيتغسلش، احطه الساعه 8 بالليل ان شاء الله. عادي ممكن انام الساعه 12 بتاع، احطه من 8 9 واقعد بيه. بس اكيد هبقى غسله وشي قبل، يعني انا هرجع من بره مش هبقى ملي وشي مليان تراب واحط ماسي، او يعني. ما يتحطش على ميك اب، او ما لا ما لهوش علاقه خالص، ما ينفعش يتحط على ميك اب. ماسي درو جولد منتج علاجي، فانا بغسل وشي من الميك اب وبغسل وشي من الاتربه بتاعت الاكسبوزد كل يوم في الشارع، اغسل ما عنديش مشكله بصابونه كالولايت واحط ماسي درو جولد. عايزه تغسلي بصابونه كالولايت دي تحفه، عندك غسول انت بتحبي تمشي عليه امشي عليه ما فيش مشكله. وهستخدم ماسي مش هيتغسل ومش هيتحط في الثلاجه ومش هاخده معايا في الشنطه واسيبه للشمس اركنه في الشمس باليومين ثلاثه، مش صح. ومش هنفتحه كده، ما نفتحوش كده لا، صح ما نفتحوش كده طبعا لان هو معقم. هو اوريدي ايطاليا بيهتموا بالتفاصيل. وعشان ايطاليا بتهتم بالتفاصيل عملت الاوتومايزر ان خلاص اللي طلع ما بيدخلش تاني. وانت عارفه لو انت فتحتيه من هنا وحطيتي ايدك، انا واحده هرجع من بره نسيت اغسل ايدي هحط ايدي في الكريم كله اتربه ومايكروبس، لا عملت طبعا. ايه بقى نقلتها على وشي؟ لا لا ما ينفعش خالص. فانا ما افتحوش من هنا، وسهل هو اوتومايزر اربع ضغطات مش اكتر من كده، مش 15 ضغطه 1 2 3 4 5 6 لا هو اربعه. هم عايزين يغرقوا وشهم كده بس، هو ده هدر البرودكت. يعني انا بقول ده انت بتهدري البرودكت بتاعك. لا انا استخدمه صح، لا انا احطه مره كل اسبوعين ولا احط 15 ضغطه في اليوم. لان اوريدي هي البشره هتمتص القدر اللي هي عايزه تمتصه مش هتمتص الباقي، يبقى انا كده رميت الباقي مش حلو. في ساعات الواحد بيقوم يلاقي بواقي ذهب على وشه ويقول لي طب انا اغسل وشي؟ طب اكيد يعني هصحى منهم اغسل وشي. وهي اوريدي خلاص البشره امتصت واوريدي ماسي يشتغل بالليل طول وقت نومك اشتغل، فانت هتصحي من النوم هتغسلي وشك طبعا مفيش مشكله يعني. ما تقلقيش يعني هتشوفي ده بغسليه
هو بيتهيألي بيمتص قدر معين كل يوم يوميا بيمتص قدر معين 5% من مكوناته. بس هو مختلف لانه في ناس كتير برضه بتقول هو زي البوتوكس والفيلر، اعتقد انه مختلف، الفكره مختلفه. الفكره تمام. مختلفه ازاي؟ الفكره مختلفه. انت البوتوكس والفيلر طبعا بتشوفي نتيجه اون ذا سبوت، او البوتوكس بعد ما بتحقني بوتوكس بتشوفي نتيجه بعديها باسبوع يعني، لكن الفيلر بتشوفي نتيجه اون ذا سبوت. لكن انت بعد في التجاعيد بس بعد شهرين ثلاثه انت المفروض تحقني زي ما الدكتور قال لك، مثلا مره كل 6 شهور، مره كل 8 شهور، وات ايفر. بس انت بعد انت بتقعدي مركزه بقى، انت اي واحده بتبقى عامله فيلر كل يوم تبص على نفسها في نزل ولا لا، قل ولا لا، قل ولا لا. هو طبيعي انك انت بتحقني ملي تحت الجلد، فكل يوم الملي ده بينقص، فطبيعي ان التجاعيد هتبان تاني، ممكن تبان بعد مثلا 3 شهور اللي هو ايه ما بانتش قوي زي الاول، بس انت خلاص اتعودتي على الوش المفروض، فلو ممكن كل 3 شهور خلاص. انا بشوف بنات بدا يجي لها اللي هو خلاص وسواس بالظبط، ماسي هير ماسي دروجولد مختلف. مختلف في ايه؟ انك انت كل يوم بتشوفي تحسن اكتر، كل شهر بتشوفي تحسن اكتر، بعد الشهر السادس بيبقى في ايه؟ بيبقى الوش تشبع بالفيلر، فمش هتحتاجي انك انت تكرري العلبه بعديها، وممكن ما تحتاجيش تكرري العلبه لو انت حافظتي على النتيجه. يعني لو حافظت مش هحتاج اكرر، اصل السؤال ده بيتكرر كتير. طب انا بقى بعد ما يخلص العبوه وشي بقى هيرجع يبوظ تاني؟ لا، انت حافظتي مش هتحتاجي تكرري. وفي عملاء بيحبوا يكرروا كوقايه، انا عالجت انا عايزه استخدم ماسي، لان طبيعي انك انت طول حياتك يعني بعد ال 25 كل الدكاتره بتقول لك كريم ترطيب وكريم مش عارفه ايه وكريم طبعا. فانا عندي عملاء كتير لا تقول لك لا، وانا بقى هشتري 15 كريم يا دكتوره دينا عشان اعمل وقايه، هو كريم ماسي وتمام على كده. يعني انا بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا، وعايزه افكر الناس ان في عروض حلوه جدا الايام دي على ماسي درو جولد او ماسي هير، في منتجات هدايا وفي خصم وفي حاجات حلوه قوي، اللي عايز بقى يلحقها يلحقها. بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود. حلقتنا خلصت يوميا 3 عصرا والاعاده 10 بالليل و12 الظهر تاني يوم، والحلقات كلها هتلاقوها موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله، وانتم دايما في احسن صحه وفي احسن حال ومبسوطين وراضين عن نفسكم. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.